وانا كنت هاجل كلامي للاخر بصراحه في النقطه دي، لكن انا حبيت ان انا اجيبها في الفرصه اللي ذكرها الدكتور مصطفى لما قال ان احنا ال 99% من سكان الريف او سكان مصر خلاص وصل لهم الميه، ميه شرب نقيه، بس اللي مأخر ده هو التوابع. وانا بقول لكم لو استمرينا في الطريقه ديت عمرنا ما هنوصل 100%. ليه؟ حد كده يقدر عدد التوابع قد ايه؟ 32,000 فن. الارقام اللي احنا بنتكلم فيها دي يعني ايه؟ ده غير القرى، كل 5 6 10 بيوت مع بعض بقوا لوحدهم كده. وانا بقول الكلام ده في منتهى الاهميه. الارض الزراعيه اللي انتوا بتدمروها دي هي اللي انتوا بتسكنوا جنبها دلوقتي، ولما هتسكنوا جنبها دلوقتي هتشتغلوا فين؟ هتشتغلوا فين؟ يعني النهارده الاسر اللي بتتبني وبتبني لاولادها وتجيبهم جنبها بعد كده هتشتغلوا. والكلام ده انا قلته من 5 سنين، قلت الموضوع ده تحديدا من 5 سنين، انتبهوا من التعدي على الاراضي الزراعيه. انا عايز اقول لكم انا ببقى شايف مش بس على الارض كده، لا في تقارير بتجيلي اكتر من كده، وكمان المشاهده الشخصيه ليا. الناس هتحط على الارض قيراط ولا قيراطين ويروح بس مصوره كده وخلاص. قال انا امتلكت بقت عندي ارض مباني. الارض المباني الاستثمارات اللي فيها، والله الاراضي الزراعيه بالري الحديث وبالزراعه الحديثه يجيب لك عائد اكتر من كده. وده دور وزاره الزراعه ودور الدوله انها توضح للناس الكلام ده وتعمل برامج تطمن الناس على ان احنا ممكن نبقى عندنا مكاسب اكتر كتير من ان انا ابني على بيت او اوسع في البيت. طب المدن الجديده اللي احنا عملناها دي عملناها عشان نقول للناس بدل ما تبني في الاراضي الزراعيه في ظهير صحراوي، احنا بنبني في مدن وما فيش بنعمل مدن ثانيه في حتت ثانيه، عشان ثقافه ان اولادنا يبقوا معانا. من فضلكم دي هتدمر كثير من قدرتنا.